قالوا اتفضل اتفضل استاذ حسن. شلونك حبيبي شيخنا؟ الحمد لله والله بخير الحين، الحمد لله. أولا قبل أن أبدأ بالنقاش نصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم، تفضل. تمام. بعض السنة ليش بيقولون بالصلاة ملتزمين بقول صلى الله عليه وآله وسلم بعد الصلاة بأي مكان بأي نقاش يقول صلى الله عليه وسلم صعد سلم ما حضرتك يذكر دي من صاحبه السرعة، حضرتك دي هو من قال السرعة، لأن الكلمات متشابهة وجنب بعضها زي مسألة الإدغام مثلا كده. وخلي بالك ليه إحنا بنعمل إدغام؟ لأن ساعات بتضغم بدون شعور منك ادغام في القرآن ادغام الكريم. فهي عشان الكلمات قريبة من بعضها، بالصلاة ما اسمعني يصير بس، عشان الكلمات بالصلاة قريبة، لا ما حول ولا تقول قوة إلا بالله، عشان الكلمات قريبة من بعضها فمع ايه السرعة بتطلع صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ لكن إحنا مش قصدينها أساسا. ليش مع دي السرعة؟ نقطة. ليش ما النقطة نقدر التانية، نسويها مثل ما اسمعني نسوي؟ بس، النقطة التانية، النقطة التانية، ايه؟ النقطة التانية، انتوا حضرتكم ما تقولوش صلى الله عليه ايه؟ وسلم، انتوا بتقولوا النبي صاد. مين النبي صاد ده؟ صلى الله عليه وآله وسلم، ما حد قال صاد، لا أعطينا يا حق باشا، قائل صاد. كل المواقع بتاعتكم بتقول النبي طيب ما علي صاد. بالمواقع. ما علي بالمواقع، أنا أقول لك علينا كبشر، سؤال، أنت لا بتقول سيبك، ما هو اللي مش صاد؟ كتب سؤال يعني، لا اللي صاد، دلوقتي لا اسمعني بس، ما اسمعني 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 لا اسمعني أتلف لا اسمعني أتلف بس، اسمعني 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 حاجتك على الصلاة، ما حد يتكلم يا على عم، المواقع. اسمعني بس، اسمعني اسمعني، واحدة 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 اي واحدة. يلا ظل لك دور، ما تقدر والله الا تلف. روح يلا اهبل، يلا امشي اهبل، امشي امشي عبيط، يخرب بيتكم، سايبين الدنيا كلها والكسر كله جاي يكلمك، اصل انتوا بتقولوا عليه صلى الله عليه وسلم.